اوكي، بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في طريقه التحضير ديال لاغوسيت ديالنا اليوم، كما كنشوفو عندي هنايا دو لا بروتيين، وفي هذه الحاله هذه من الاحسن انها تكون لحم ديال الصدر ديال البقري، او اون غروسو مودو واحد اللحم اللي تكون محشمه شي شويش. بطاطا، ثومه سودانيه او فلفله يابسه، ملحه، دو بابريكا او تحميره فيمي يعني دو بون كاليتي، صوص طوماط او لا بيغي دو طوماط، والكمون. بالنسبه لي زاغومات عندي هنايا ورقه ديال سيدنا موسى، الزعتره و لو رومارين او ازير يابسين. اوكي، من بعد ما تعرفنا على المقادير نخليكم مع طريقه التحضير. تشاو. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نكونوا موجدين واحد الكاسرونه او طنجره ديال السخون، وغادي نديرو فيها الملحه، يعني نديرو فيها الملحه سيفيزامون، وغادي نقبطو هذيك اللحم ديالنا ديال لابوترين. يعني اللي كنقلب عليه هو انه ان هذه اللحمه هذه غادي نشوكيوها باش كتسيا من لا سوبرفيسي، يعني هذوك داك لو جو وداك هذوك يعني الخواص ديال اللحم ما كيخرجوش الا على برا، كيتكونسونطراو لداخل ما كيخرجوش. صافي، غادي نقبط لي زاغومات ديالي وقت سيدنا موسى، غومارين زغيطرة، وصافي وغادي نخليها. غادي نغطي عليها واحد شويش، غنتسنى عليها حتى يغلى الماء كومبليتمون، وغادي ننقص العافية تكون يعني مويه. بالنسبه اللي عنده لا فيترو سيراميك يعني الى عنده تسعود يديرها في 6، وبالنسبه للغاز يعني ما توصلش النص، يعني ما تكونش طوب طوب، تكون نقل شويه. سي بون، هاد لا بارتي هادي غادي نساوها لانه سي تين كويسون تري لونغ. هي غادي نديماريو لا صوص اون باراليل. صافي، غادي نديرو لا ميم شوز، غادي ندير شويه ديال الملحه، نديرو الزيت ديالنا، غادي نقبط هذاك الطرف ديال الثومه، وغادي نديماري الكاسرونه ديالي. اللي كنقلب عليه في هذه الحاله هذه هو انه هذيك الثومه يعني يعني تحمر واحد شويش، الوقت فاش نبدا كنشم الريحه ديالها غادي نبدا كنزيد لي زاغومات. فوالا، بالنسبه لا بريباراسيون ديال اليوم اللحم ديالنا، حنا نورمالمون في هذه الحاله هذه غادي بدينا يعني بالعكس. نورمالمون فاش كنبغيو نطيبو شي طاجين ولا غابو دائما كنديماريوه من الديبار، يعني من افخوا كنقبطو اللحم كنشرملوها وكنشلوها مع شويه ديال لي زغومات بحال البصله بحال الثومه بحال كذا بحال هذا، وتنمويوه من بعد وتنتسناو الى تطيب. فهاد الحاله هذه درنا العكس، يعني درنا واحد اللي كيدلي هو سخون، زدنا فيه لا بروتيين ديال الثنايا يعني باش كتشوكا باش هادوك لي سوك ديالها ما كيخرجوش على برا، كيبقى كلشي لا بروبريتي ديال لا بروتيين كتبقى في الداخل. وكنديروا لها واحد الكويسو يعني بريسك بحال كيف تنديروا حنايا مثلا في العيد الكبير على فابور، يعني كنكونسونطريو هذاك الاليمون، يعني كنطيبوا واحد الكويسو اللي هي تري لونغ. صافي، الثومه ديالتها هي تحمرات، غادي نزيد عليها لا بيغي دو طوماط. نزيد التحميرة، ندير واحد الشطورة ولا جوج ديال الخبزة، انه هاد لاصوص هادي غادي تكون شي شوية بيكونت. غادي نقبط بالنسبة للسودانية أو الغينية، أنا غندير هاد لاكونتيتي هادي، بطبيعة الحال سا سو شوا،
خرج زيدو لقينا كونتيتي اللي نتوما كتفتحوا فيها. غادي نقبض الكمون ديالي حتى هو صافي كما قلنا. اين فوا كتغلى كنقص عليها تكون عافيه مويه، ماشي تكون مهيله وما تكونش طالعه، تكون مويه. صافي لاصوص ديالتي غادي نخليها هكا يعني بريسك واحد يعني واحد بتي كاردو الوقت حتى هي فاش غادي تغلى. غادي نقص عليها العافيه كومبليتوم واحد ما بين 15 20 دقيقه وغادي نطحن كلشي. يعني بطبيعه الحال عندي هنا الثومه وعندي هنايا يعني السودانيه، غادي نطحن كلشي وغادي ندريكتي في ديك الساعه لا كونسيستونس. الا كانت مثلا جاريه غادي نزيد فيها واحد شي شويه ديال المايزينا، ولا يعني خاصه الملحه نزيدوها الملحه، خاصه الكمون نزيدوها الكمون، على حسب ديك الساعه تبقى سيتا فولفا. غير اللي مهم في هاد لاصوص هادي هو انها تكون يعني هولفي، تكون كورسي، يعني تكون فيها لوبو ديال الحر يكون طالع واحد شويش، يكون هو اللي كيبان هو اللولاني، ما يكونش طالع بزاف. المهم سا ديبون على شاك. انا بالنسبه ليا الحر ما ضروريش بزاف، كاين شي حاجات اللي كنستعمل فيهم الحر بحال مثلا هاد لاصوص هادي، ولكن يعني شي حاجه اللي هي منطقيه سيتو. صافي كيف ما قلنا هي صافي غلات، غادي نقص عليها في المينيموم، غتبقى هكا تقريبا واحد 20 دقيقة. وهاد اللحمة هادي أنا جو كالكول يعني واحد الساعة تاع المغرب. صافي شد. يعني جوست لو طون باش نطيبو البطاطا. غادي نقبطو البطاطا انا في هاد الحاله هادي، غادي نخليها بالقشره ديالها يعني منقيه مزيان، وغادي نبينتها هكا باش ما تفرقعش ليا في الطياب. ومن طبيعه الحال سي سي شو تقدرو تقبطو البطاطا تحيدو لها القشره ديالها او تقرضوها اطراف بالطريقه اللي بغيتو، يعني على النص ولا الربوعه ولا كيف ما بغيتو. انا في هاد الحاله هادي غادي نخليها هكا على ود لو دريساج، غنخليها بالقشرة ديالها كما قلت مغسولة مزيان. و لا ديناميك صافي راه وليتو عارفينها. البطاطا اون فوا كنديروها في شي ليكيد يعني كنحسبو 25 دقيقة، يعني غادي نتسناو عليها حتى تعاود تغلى واحد شويش ونحسبو 25 دقيقة. من بعد ما دازت 25 دقيقة على ما درنا البطاطا ديالنا، دابا غادي نحلو الطنجرة ديالنا وغادي نفيريفيو لا كويسون. ديجا اللحم كان ابوان يعني كان خاصو شويش، غنشوفو هي البطاطا، البطاطا هي اللي كتعمنا. صافي كما كنشوفو هي طيبة، واللحم ديجا راه صافي حتى هي طيبة. صافي غادي نطفي لاصوص ديالي حتى هي راه كما شفنا راه ميكسيتها. صافي وفيريفيت لاسيزونمون كلشي باين، لا تيكستور ديالها اللي نامبور و بغيونت بيان سور. صافي غادي نطفي العافية على لاصوص و العافية لخرى باش نشوفو لاسبي. فوالا ايوا صافي دابا غادي ندوزو للدريساج. الريزولتا فينال بالنسبه لي انا هو هذا كما كنشوفوا، راه اللحم ديالي صافي راه طيب. درت البطاطا، درت اون بتيت باز ديال لاصوص وتربيت لاصوص ابار. سا سي شو بيان سور، اللي يبغي يزيد يزيد، اللي ما بغاش يزيد يعني
غير هاد لا كونتيتي هادي بالنسبه لي انا سي سوفيزون. صافي غادي ندير واحد شويه ديال الربع، سا سي بور لا كولور اي لا توش فينال ديال زيت العود بور لا بريونس. اي بون ابيتي، كنتمنى منها ولا غوسيط تكون عجبتكم وجربوها على بروشين غوسيط.